هذه تعكس حرص سيدي صاحب السمو وسيدي سمو ولي العهد لأبنائهم وإخوانهم المواطنين للحفاظ على هذا التراث للشعب الكويتي والخليجي، متمنيا للجميع التوفيق. الشباب الكويتي والخليجي الحاضر والمستقبل يمتلك إرادة التحدي والقدرة على تحمل الصعاب، وإن الحياة العصرية لم تؤثر في صلابة سواعد الفتية. ومن هذا المنطلق يطيب لي أن أتوجه بالتحية والتهنئة لجميع إخواننا الأعزاء من دول مجلس التعاون الخليجي الذين شاركوا في فعاليات الموروث البحري لهذا العام.